السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيشن جديدة جوه البروتين بتاع بوليس. وهنتكلم عن الأسيديك أمينو أسيدز. الأسيديك أمينو أسيدز هم الأسبرتيت أند جلوتاميت، أو اللي هم الأسبارتيك أسيد أند جلوتاميك أسيد. في حتت كتير هنقولها من برضو الحتة بتاعت الترانس أمينيشن اللي احنا قلنا فيها الأي إس تي والأي إل تي في الجنرال ميثودز أوف ديامينيشن أوف أمينو أسيد في السيشن اللي بالاسم ده، وبرضو هسيب اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس عشان نرجع. نبدا اول واحد بالاسبورتيك اسيد، واتفقنا في اي امينو اسيد عشان اذاكره كويس اسينشالتي فيت امبورتنس ولو في امبورن ايرورز ليها علاقه بيه. واحد هنتكلم في الاسينشالتي اوف اسبورتيك اسيد از نون اسينشال امينو اسيد، لانه بيتصنع من الاوكزاليت عن طريق الاسبارتيت، عن طريق اي اس تي سوري، فبيتحول الى اسبارتيت. واحنا قايلين ده بالتفصيل زي ما قلنا في ترانس امينيشن اوف امينو اسيد في الفيديو بتاع الدي امينيشن اوف امينو اسيد. يبقى الاسبارتيت مش محتاج ان انا اخدها في الاكل، ان انا بصلعها من الاوكزالو استيت عن طريق الاي اس تي او اللي هو السجوت، برضه في وجود البي ال بي اللي هو فيتامين بي 6. الفيت بتاعه اكيد هيبقى جلوكوجينيك لانه هيديني الاوكزالو استيت، والاوكزالو استيت ار انترميديت ان كريبس. بعد كده الامبورتنس، احنا جايبين سيره الاسبارتيت في كذا حاجه، اتفقنا ان اي امينو اسيد برضه من قبل ما نقول اي حاجه ممكن اقول الفيت بتاعه على انه امبورتنس، وممكن اقول ان هو انتر ان ذا ترانسلز اوف بروتينز as important. بس انا برضو قايلاه في تصنيع ال N1 of purine base، لما شرحنا purine base بالتفصيل في glycine amino acid metabolism هتلاقيني قايله فيها ان N1 of purines جايه من الاسبارتيك اسيد او من الاسبارتيك. النقطه الثانيه ان احنا جايبين سيرتوفوليوريا سايكل، ولو حضرتك مش فاكر الرول بتاعه ده هو بيدي امينو جروب من الامينو جروبس بتاعت الاثنين امينو جروبس اللي في اليوريا، لو حضرتك مش فاكر ده استاذن حضرتك تراجع اليوريا سايكل. بعد كده لو انا عملت له دي كاربوكسيليشن، دي الفورمولا بتاعت الاسبورتيك اسيد COOH CH NH2 وبعدين CH2 COOH، عشان كده انا بسميه اسيدك امينو اسيد عشان في اثنين كاربوكسيليك جروبس او اثنين اسيدك جروبس. لو انا شلت الكاربوكسيليك جروب دي، انا دايما بعد الالفا والبيتا دي من بعد الكاربوكسيليك جروب، فانا لو شلت الكاربوكسيليك جروب دي كده مفيش عندي غير الكاربوكسيليك جروب دي بس، هيبقى اللي بعديها الفا وكده بيتا، والبيتا دي عليها امينو جروب. يبقى كده الامينو جروب مش على الالفا كاربون، الامينو جروب على البيتا كاربون، ده البيتا الانين. يبقى انا لو عملت دي كاربوكسيليشن للاسبورتيك اسيد هيتحول الى بيتا الانين، والبيتا الانين ده من الحاجات المهمه في الكو انزيم اي اس اتش. ايه تاني من الامينو اسيدز جيف لنا سيرته في الكو انزيم اي اس اتش؟ سيستين، وعشان ما تنساهاش ابدا اسمه كو انزيم اي اس اتش، اس اتش اس اتش دي جايه من سيستين امينو اسيد، زائد البيتا الانين اللي هو جاي من الاسبارتيك اسيد. يبقى الاسبارتيك اسيد والسستين مهمين جدا في تصنيع الكوينزيم اس اتش اللي مهم جدا في الفاتي اسيد ميتابولز. بعد كده في البايريميدين بيز، يعني انت عايز تقولي ان الاسبارتيك اسيد مهم في البيورينز اند بايريميدينز؟ يس، في البايريميدينز البايريميدين بيز ده الشكل بتاعها تبقى اصغر طبعا من البيورين، بعدها دي ان 1 سي 2 ام 3 سي 4 سي 5 اند سي 6، تاني دي 1 2 3 4 5 6. الاسبارتيك اسيد كله داخل في N1 وسي 4 و5 و6، بيدي N1 وسي 4 و5 و6 زي ما كان الجلايسين امينو اسيد داخل كله في البيورين بيز، الاسبارتيك اسيد كله داخل في البايرين بيز. سي 2 دي جايه من الكربون دايوكسيد، او اللي احنا اتفقنا برده في البيورين بيز اللي انا ممكن اقرا عليها في السوليبل فور باي كارب، وان 3 جايه من الاميد اوف جلوتامين زي ما هناك كنا بنقول ان 3 وان 9 جايه من الاميد اوف جلوتامين، برضو هنا ان 3 جايه من الاميد اوف جلوتامين، وهنقول ايه هي الاميد اوف جلوتامين دي واحنا بنشرح الجلوتامين اسيد. يبقى الاسبارتيك اسيد از نون اسينشال امينو اسيد لان انا بصنعه من الاوكزالو استيت عن طريق الاي اس تي. بعد كده الفيت بتاعه هو جلوكوجينيك لانه بيديني الاوكزالو استيت اللي هي انترميديت في الكريبس سايكل. الامبورتنس بتاعته اول حاجه بيديني ان 1 في البيورين بيز، تاني حاجه هو داخل في اليوريا سايكل، تالت حاجه لو عملت له دي كاربوكسيليشن وشلت الكربون دايوكسيد دي هتحول الى البيتا الانين اللي مهم لتصنيع الكوينزيم اي اس اتش. بعد كده في البايريميدين بيز بيديني ان 1 وسي 4 و5 و6، طب ايه بقيه البايريميدين بيز جايه منين؟ جايه من الكربون دايوكسيد وجايه من الامايد اوف جلوتامين، الكربون دايوكسيد بتدي كربون 2 والامايد اوف جلوتامين بتدي ان 3. عايزه هنا بس اقول نقطه، البيتا الانين والاثنين اللي احنا قلناهم معاهم في اليوريا سايكل مع الاسبورتيك اسيد اللي هم الاورنيثين والسيترولين، دول بنسميهم نون بروتين امينو اسيد. تاني كده، مين هم؟ بيتا الانين واورنيثين وسيترولين، بنسميهم ايه؟ بنسميهم نون بروتين امينو اسيد، يعني هي امينو اسيد ما
بتدخلش في تصنيع البروتينات. هي امينو اسيدز اه بس مش قايلين لهم نرشين امينو اسيد، دول امينو اسيد ما بيخشوش في تصنيع البروتينات. امال ليهم لازمه ثانيه؟ طبعا ليهم لازمه ثانيه، احنا قايلين حاجات منهم في يوريا سايكل، قايلين ان الاورنيسين بيخش مع الميثايونين في السبرمين والسبرميدين، هنقول كمان ان هم بيخشوا البيتا الانين زي ما هو داخل مثلا هنا في تصنيع كوينزون اس اتش، هنقوله ثاني في الكورنزون الانسرين مع الهيستيدين. المهم ان هم ليهم فانكشنز ثانيه other than protein synthesis. يعني كل الامينو اسيد اللي احنا بندرسها سنجل امينو اسيد ميتابوليزم دي داخله في تصنيع البروتين تصنيع البروتينات، لكن الثلاثه دول اللي هم البيتا الانين والسيترولين والاورنيسين مش داخلين في تصنيع البروتين، ليهم فانكشنز ثانيه other than protein synthesis اللي هم مين؟ البيتا الانين والسيترولين اند اورنيسين. يبقى احنا كده قلنا الاسبرتين، تعالوا نقول الجلوتامات. تاني واحد من الاسيديك امينو اسيدز هو الجلوتاميك اسيد. طبعا الجلوتاميك اسيد نون اسينشال، ليه؟ لان انا ممكن اجيبه من كل الامينو اسيدز الباقي عن طريق الالفا كيتو جلوتاميت باي عمليه ترانس امينيشن اي اس تي او اي ال تي او غيرهم. هو اشهر امينو اسيد باعين فيه الامينو جروب، اللي احنا اتفقنا انا بعمل فيه بولينج للامينو جروب من الاذر امينو اسيدز عن طريق اي ترانس امينيز، وده احنا قايلينه برضه بالتفصيل في السيشن بتاعت الدي امينيشن في امينو اسيد. وبالتالي بما ان هو بيتحول للالفا كيتو جلوتاميت وبيجي من الالفا كيتو جلوتاميت هيبقى اكيد جلوكوجينيك. ليه؟ لان الالفا كيتو جلوتاميت انترميديت في كريبس سايكل، الجزالو اسيد بتاعت الاسبرتين والالفا كيتو جلوتاميت بتاعت الجلوتاميت الاثنين انترميديت في كريبس سايكل، وبالتالي الاثنين جلوكوجينيك. تمام، يبقى الجلوتاميك اسيد از نون اسينشال والفيت بتاعه جلوكوجينيك نتيجه لعلاقته بالالفا كيتو جلوتاميت. الامبورتنس، احنا جبنا سيره الجلوتاميك اسيد في الجلوتاثيون، يعني احنا قلنا ان الجلوتاثيون از جاما جلوتاميل سيستينايل جلايسين، وقلنا الجلوتاثيون من الفانكشنز بتاعت السيستين ومن الفانكشنز بتاعت الجلايسين، وبنقوله دلوقتي مع الجلوتاميت. يبقى هو اول حاجه داخل في تصنيع الجلوتاثيون. الحاجه الثانيه سبحان الله الجلوتاميت نفسه اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر ستيميلاتوري نيورو ترانسميتر، بيعمل ابريجيليشن او ستيميليشن في البريد، في حين ان انا لو شلت منه الكربون دايوكسيد هيديني حاجه انهبيتوري. دي الجنرال فورمولا جلوتاميك اسيد تي او اتش سي اتش ان اتش 2 بعد كده سي اتش 2 سي اتش 2 سي او اتش، يعني هو شبه الاسبورتيك اسيد بالظبط ما عدا ان انا ضايف الميثيلين جروب دي في النص سي اتش 2 في النص، وبرده هو طبعا اسيدك عشان هو فيه اثنين كاربوكسيليك جروب او اسيدك جروبس. لو انا برده شلت الكاربوكسيليك جروب دي عن طريق ديكربوكسيليشن في وجود فيتامين بي 6 او اللي هو البي ال بي، هيبقى ده انا برضو بعد سي او اتش يبقى دي الفا بيتا جاما، فهيبقى هنا الامينو جروب على الجاما فهسميها جاما امينو بيوتيريك اسيد، اللي فاضل ده هيبقى اسمه بيوتيريك اسيد. الجاما امينو بيوتيريك اسيد او الجابا ده انهبيتوري نيورو ترانسميتر، يبقى الجلوتاميك نفس اسيد نفسه او الجلوتاميت نفسها اكسايتاتوري او ستيميلاتوري نيورو ترانسميتر، في حين انا لما اعملها ديكربوكسيليشن في وجود البي ال بي تتحول الى الجابا ده انهبيتوري نيورو ترانسميتر. تمام، لو عملت لها اسيتيليشن وضفت على الامينو جروب دي اسيتايل جروب هيبقى اسمها ان اسيتايل جلوتاميت، والان اسيتايل جلوتاميت احنا جبنا سيرته فين؟ قلنا ان هو بوتنت ستيمولنت للكربونيل فوسفيت سينستيز 1. هو ايه بتاع الكربونيل فوسفيت سينستيز 1؟ ده كان اهم انزيم واول انزيم في اليوريا سايكل، استاذ حضرتك تراجعها لو انت مش فاكره، وبرضه هسيب اللينك بتاع السيشن بتاعت اليوريا سايكل في الديسكربشن بوكس. يبقى الان اسيتايل جلوتاميت ده بيجي ازاي؟ عن طريق ان انا هضيف اسيتايل جروب على الامينو جروب، والان اسيتايل جلوتاميت از ا بوتنت ستيمولنت فور كاربامويل فوسفيت سينستيز 1 which is considered the key enzyme of يوريا سايكل. بعد كده ممكن احوله لانذر امينو اسيد زي البرولين والهيدروكسي برولين، والبرولين والهيدروكسي برولين دول مهمين في الكولاجين سينثيس في تصنيع البروتين الكولاجين. كمان ممكن اجيب منه الاورنيسين، واتفقنا ان الاورنيسين ده نون بروتين امينو اسيد بس هو امينو اسيد. لو انا كملت بالاورنيسين في اليوريا سايكل هيجيب لي الارجينين، يبقى انا لما اقول لك ان الجلوتاميت بيدي ارجينين يبقى صح، عشان كده الارجينين مش توتالي اسينشال، انا ممكن اصنعه في جسمي من الجلوتاميت عن طريق ان انا اجيب من الجلوتاميت الاورنيسين واكمل بالاورنيسين اليوريا سايكل هيديني الارجينين. بس خلي بالك ان انت هنا هتدخل اسبرتيت، يبقى انا مش جايب الارجينين من الجلوتاميت لوحده، من الاسبرتيت مع الجلوتاميت. بعد كده ان انا اشيل منه اضيف عليه سوري امينو جروب، هضيف امينو جروب هنا بقى، يعني انا هاجي على سي او اتش الزياده دي واروح عاملها حطت عليها امينو جروب، فهنا هيتحول من جلوتاميت الى جلوتامين. جلوتامين ده انذر امينو اسيد بقى تاني خالص. الجلوتامين لوحده
ممكن يدخل جوه البروتين، فده امينو اسيد انتر ان بروتين سنثيسيس. الجلوتامين لوحده احنا جايبين سيرته في البيورين والبايرميدين بيز، وقلنا ان ان 3 وان 9 في البيورين بيز جايين من الامايد اوف جلوتامين، وقايلين ان ان 3 في البايرميدين بيز جايه من الجلوتامين. فين بقى الامايد اوف جلوتامين؟ دي امينو، دي مش امايد. الامايد هي الامينو جروب اللي انا ضفتها عشان اقفل بيها السي او اتش الزياده اللي مخليه الجلوتاميك اسيد اسيد، فانا هشيل دي واحط عليها امينو جروب. هنا ما بقتش امينو، بقت امايد. هي الامايد دي اللي بتديني ان 3 وان 9 في البيرين، وبتديني ان 3 في البايرميدين، فدي الامايد اوف جلوتامين. يبقى الجلوتامين لوحده بينتر ان بروتين سنثيسيس، الجلوتامين بيديني ان 3 وان 9 في البيرين، وبيديني ان 3 في البايرميدين. الجلوتامين هو اصلا تحويل الجلوتاميك اسيد ده الى جلوتامين عن طريق ان ضفت له امونيا. ما هو ده من الميثودز اوف ديتوكسيفيكيشن اوف امونيا، ده دي احنا واخدينها في الميتابوليزم اوف امونيا، وقايلين ان انا جلوتامين سنثيز اللي انا بضيف الامونيا على الجلوتاميت عشان يديني جلوتامين، دي من الويز اللي البودي بتاعي كنترول بيها الامونيا انتوكسيكيشن، يبقى ده بيساعد في الكنترول اوف امونيا. كمان انا ممكن اجيب الجلوتامين ده واخد الامايد جروب بتاعته دي برده واصنع بيها امينو شوجرز، كمان بيخش في الديتوكسيفيكيشن رياكشنز. هو احنا قلنا امينو اسيدز ثانيه داخله كمان في الديتوكسيفيكيشن رياكشنز، قايلين الجلايسين امينو اسيد، وقايلين السيستين امينو اسيد، ودلوقتي بنقول الجلوتامين امينو اسيد. الجلوتامين امينو اسيد بيحول لي حاجه اسمها فينايل اسيتايل كو اي الى فينايل اسيتايل جلوتامين، فده بيعمل له ديتوكسيفيكيشن. يبقى من لحد دلوقتي قلنا ثلاثه مهمين في الديتوكسيفيكيشن: الجلايسين، السيستين، والجلوتامين. الجلوتامين قلنا بيتعامل مع حاجه اسمها فينايل اسيتايل كو اي، يحولها الى فينايل اسيتايل جلوتاميت. يبقى ده الجلوتاميت والجلوتامين. تاني الجلوتاميت امينو اسيد نون استنشال، والفيت بتاعه جلوكوجينيك عشان علاقته بالالفا كيتو جلوتامين. ممكن اجيب من ترانسامينيشن اوف اول امينو اسيدز ما عدا الامينو اسيدز اللي احنا قلنا نوت ترانسامينيتد، اللي هم مين؟ لايسين والثريونين والبرولين. بعد كده الامبورتنس بتاعتي، اول حاجه ان هو داخل في الجلوتاثيون مع السيستين والجلاسين، داخل الاكزيتاتوري نيورو ترانسميتر. لو انا شلت من الكربون دايوكسيد بيتحول الى الجاما امينو بيوتيريك اسيد او اللي هو الجابا، وده انهبيتوري نيورو ترانسميتر. بعد كده لو عملت له استيليشن على الامينو جروب يتحول حاجه اسمها ان استايل جلوتامين، وده بوتنت ستيمولانت فور كاربامويل فوسفيت سنثيز 1 اللي هو الكي انزيم فيوريا سايكل، بيتحول الى انيرو امينو اسيدز زي البرولين والهيدروكسي برولين المهم في الكولاجين سنثيسيس. بجيب من الاورنيثين اللي هو نون بروتين امينو اسيد مهم في اليوريا سايكل، ولو كملت اليوريا سايكل هيبقى كده اديني ارجينين. بعد كده لو اديت له امونيا هيتحول الى الجلوتامين. الجلوتامين بقى انتر ان بروتين سنثيسيس لوحده، مهم ان انا اصلا اجيبه من الجلوتامات عن طريق اضافه الامونيا، لان ده من الميثودز اوف امونيا انتوكسيكيشن، سوري امونيا كنترول او من الامونيا ميتابوليز. بعد كده ان هو كمان ممكن اجيب منه الامينو شوجرز، بجيب منه ان 3 وان 9 في البيرين، وبجيب منه ان 3 في البايريميدين بيز. بعد كده قلنا ان انا ممكن اجيب منه الامينو شوجرز، وممكن اعمل بي ديتوكسيكيشن للفينايل اسيتايل كو اي زيه زي الديتوكسيكيشن امينو اسيدز زي جلايسين اند سيستين. يبقى احنا في السيشن دي اتكلمنا عن الاسيديك امينو اسيدز اللي هم الاسبارتيت اند جلوتاميت، اتكلمنا عن الجلوتامين لوحده. اشوفكم السيشن الجايه على خير ان شاء الله.